من اكثر الموضوعات دقه في قانون المرافعات مساله الاختصاص. مساله الاختصاص خلي بالك القاضي اللي بيبقى قاعد على منصه القضاء، وكيل النيابه اللي انت بتروح قدامه في التحقيقات تحضر مع موكله، من اكثر الموضوعات المعقده واللي بيحصل فيها خطا ولبس هي فكره الاختصاص. وتكمن اهميه الاختصاص من انها مساله متعلقه بالنظام العام. يعني ايه؟ يعني انا رفعت دعوه قدام المحكمه والقاضي اخطا ونظر الدعوه وصدر حكم، بعد كل ده تيجي تنفذ الحكم او توصل لمراحل متقدمه من الطاعه يقول لك والله ده المحكمه دي مش مختصه اساسا، انت بتنفذ حكم مش موجود، يعني صادر من غير ذي ايه؟ صفه. بس الصفه هنا متعلقه بالاختصاص. فبالتالي جاء قانون المرافعات عمل ايه؟ قال لك لا، انا هحدد الاختصاص لكل جهه، لكل ايه؟ جهه. يعني لو جينا نقول ان احنا عندنا جهتين تقاضي في مصر، جهه القضاء الاداري اللي هو مجلس الدوله، القضاء الاداري بتشكيلات محكمه القضاء الاداري الاداريه العليا وهكذا، وجهه القضاء العادي فيها مدني وفيها جنائي. يبقى عندي ثلاث انواع من المحاكم، محاكم القضاء المدني ومحاكم القضاء الجنائي ومحاكم القضاء الاداري. جاء المشرع ده غير الاختصاص الدولي، الاختصاص الدولي، فجاء قانون المرافعات قال والله عشان اللبس اللي بيحصل، انا المحامي النهارده راح يرفع القضيه يروح انهي قضاء؟ فقال لك انا لازم احدد لكل جهه اختصاصها. بس كده؟ لا، وحدد داخل الجهه اختصاص كل محكمه. يعني مثلا هقول ده القضاء المدني بيختص بكذا، وداخل القضاء المدني عندي محاكم الدرجه الاولى ومحاكم الدرجه الثانيه. محاكم الدرجه الاولى بتختص بكذا، ومحاكم الدرجه الثانيه بتختص بايه؟ بكذا. وعندي محاكم متخصصه داخل القضاء المدني زي محاكم الاسره ومحاكم التنفيذ بتختص بكذا، عشان ارفع اللبس عن موضوع الايه؟ الاختصاص. هاجي في الاداري هقول القضاء الاداري عموما بيختص بكذا، داخل القضاء الاداري هقول لك والله المحاكم التاديبيه بتختص بكذا، محكمه القضاء الاداري بتختص بكذا، الاداريه العليا بتختص بكذا، الاداريه العليا توحيد مبادئ بتختص بايه؟ بكذا. طيب بطريقه مبسطه جدا وبسيطه هقدر اقول ان انا عندي اربع انواع من الاختصاص. حاجه اسمها اختصاص ولائي، بين قوسين كده اختصاص وظيفي، وعندي اختصاص نوعي، وعندي اختصاص قيمي، وعندي اختصاص محلي. يبقى عندي اربع انواع من الاختصاص: اختصاص ولائي او وظيفي، نوعي، قيمي، محلي. ببساطه شديده ولائي، نوعي، قيمي، محلي. طب اول اختصاص اللي هو الاختصاص الولائي بيختص بايه؟ قال لك الاختصاص الولائي ان انا هحدد لكل جهه قضائيه، لكل ايه؟ جهه قضائيه المسائل التي تختص بها. يعني ايه كل جهه قضائيه؟ يعني هقول لك عندي قضاء مدني، عندي قضاء اداري، عندي قضاء جنائي. المدني بيختص بكافه المسائل المتعلقه بالمسائل المدنيه ومنازعتها. ده بصوره عامه. وادخل بقى افصل لك جوه. اختصاص ولائي. وادخل افصل لك جوه واقول لك ايه؟ اقول لك القضاء المدني مختص بواحد واثنين وثلاثه، في قانون كذا مختص بكذا وكذا، وفي قوانين كذا مختص بكذا. واجي عند القضاء الاداري واقول لك القضاء الاداري مختص بكذا وكذا وكذا وكذا. ده بنسميه توزيع الاختصاص والمسائل بين جهات القضاء، بنسميه اختصاص ايه؟ ولائي. بنسميه اختصاص ايه؟ ولائي. طيب حددت لي المسائل المختص بها القضاء المدني والمسائل المختص بها القضاء الاداري، جينا رحنا رفعت دعوه قدام القضاء الايه؟ المدني، المحاكم العاديه. راحت المحكمه قالت لك انا مختص بالمساله دي. راح الطرف الثاني
راح رفع دعوة قدام القضاء الإداري نفس الموضوع. راح القضاء الإداري قال لك أنا مختص بالموضوع ده. يبقى القضاء العادي المدني قال لك أنا مختص، والقضاء الإداري قال لك أنا إيه؟ أنا مختص. نحل الأزمة دي إزاي؟ أولا التنازع اللي احنا بنتكلم عليه ده اسمه تنازع إيجابي، بتدعي كل جهة قضائية أنها مختصة بالموضوع. نحله إزاي؟ المشرع قال لك احنا نحله عن طريق المحكمة الإيه؟ الدستورية العليا. يعني ايه المحكمة الدستورية العليا؟ يعني حضرتك مشكورا تروح المحكمة الدستورية العليا تقول لهم والله جهة القضاء العادي بتقول أنا مختصة، وجهة القضاء الإداري بتقول أنا إيه؟ أنا مختص. حللنا النزاع ده وقولنا أنهي واحدة مختصة. تعمل إيه؟ توقف النظر في الدعوة دي وتوقف النظر في الدعوة دي لحد ما هي تصدر حكمها بأيهما مختص بهذه المنازعة. ده الفرض الأول من الإيه؟ من التنازع في الاختصاص الولائي. يعني التنازع الاختصاص برضو ده أنا شخصياً مش فاهمها. وهنقولها حاضر على المخيط. النوع الثاني، رحت محكمة القضاء الإداري قالت لك أنا مش مختص، اجري العب من هنا. هي مش اجري العب يعني، هي تعبيرا يعني. قلت خلاص أروح القضاء الإيه؟ المدني. رحت القضاء المدني قال لك أنا مش إيه؟ أنا مش مختص. طب أنا أرفع الدعوة دي فين؟ تتعرف إن في جريمة في القانون اسمها إنكار العدالة؟ جريمة إنكار العدالة إن أنت لما ترفع دعوة قدام المحكمة، قدام الإيه؟ قدام المحكمة، يجب على القاضي أن ينظر الدعوة، وإلا أصبح منكرا لمين؟ للعدالة. المثال الثاني أو النزاع الثاني، أنا رحت القضاء الإداري قال أنا مش مختص، رحت القضاء المدني قال أنا إيه؟ أنا مش مختص. طب أرفع الدعوة فين؟ فبالتالي بقى عندك مشكلة اسمها تنازع سلبي. يبقى الأول كان إيه؟ تنازع إيجابي. كل جهة قضائية، خلي بالك ركز من جهة قضائية دي، لأن لو دخلنا جوه القضاء العادي نفسه المدني، لو محكمتين اتخانقوا، يعني شمال القاهرة وجنوب القاهرة اتخانقوا مع بعض، ما نقولش هنا إيه؟ ما نقولش هنا اختصاص ولائي، لأنك دخلت داخل الجهة القضائية نفسها. دخلت داخل إيه؟ الجهة القضائية نفسها. إحنا لسه في الاختصاص الولائي. الاختصاص الإيه؟ الولائي، اللي هو كل جهة قضائية بتدعي اختصاصها بالنزاع، أو كل جهة قضائية بتدعي أنها غير مختصة بالإيه؟ بالنزاع. الفرض الأول بنقول عليه تنازع إيجابي، كل واحد عايزها إيه؟ أنا مختص. الفرض الثاني بنسميه تنازع إيه؟ سلبي. في التنازع السلبي بنروح لمين؟ ها؟ بنروح برضو للمحكمة الدستورية الإيه؟ العليا. نقول لا والله لا القضاء المدني عايز ينظر الدعوة، ولا القضاء الإداري عايز إيه؟ ينظر الدعوة. حللنا الموضوع ده. تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها، طبعاً بتقدم طبعاً طلب قدام المحكمة وترفع نفس الإجراءات. تصدر المحكمة الدستورية العليا وتحدد الجهة الإيه؟ المختصة. خلي بالك الحكم ده ملزم، الحكم ده إيه؟ ملزم. غصب عنها تشوف الإيه؟ تشوف الدعوة. وبعد كده مش هتدخل في فكرة إن صدور الحكم من محكمة غير إيه؟ غير مختص. الفرض الثالث هو أكثر تعقيداً من الفرضين دول، ونقوله بمثال بسيط. رحت المحكمة رفعت دعوة قدام القضاء الإيه؟ الإداري. راح أحد أطراف الدعوة والمدعى عليه، ما الدعوة ممكن يبقى فيها خمس مثلاً مدعين وخمسة مدعى عليهم، مفيش مشاكل. واحد راح قدام محكمة القضاء الإداري، المحكمة قالت لك أنا مختصة واستمرت في نظر الإيه؟ الدعوة. واحد تاني راح قدام القضاء الإداري نفس الموضوع، نفس الإيه؟ نفس الموضوع، قالت لك أنا مختصة واستمرت في إيه؟ في نظر الدعوة. صدر من هنا حكم نهائي وصدر من هنا حكم إيه؟ نهائي. رحت تنفذ الحكم لقيت عندك حكمين نهائيين صادرين من جهتين، مش من جهة واحدة، من إيه؟ من جهتين قضائيتين متعارضين. يبقى أنا عندي تنفيذ حكمين إيه؟ متناقضين. وطبعا دي ليها شروط، ان الاحكام تكون نهائيه. يعني لو صدر حكم مثلا والتاني لسه ما صدرش، خلاص يبقى ده خد الحجيه قبل الايه؟ قبل الحكم التاني، وليها حل تاني ونزاع اخر، يعني ليها مساله تانيه. لكن احنا عشان نحددها في الاختصاص، بقى عندي تنازع. خلي بالك صوره من صور الايه؟ التنازع. عندي تنازع ما بين حكمين قضائيين نهائيين من جهتين قضائيتين ايه؟ مختلفتين. نعمل ايه عشان نحل المشكله؟ ها،
نروح برضو للمحكمة الايه؟ الدستورية العليا. يبقى عندي ثلاث حاجات في التنازع بالنسبة للاختصاص الولائي او الاختصاص الوظيفي، المسميين صحيحين، تنازع ايجابي وتنازع سلبي، وايه؟ وتنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. المحكمة بتعمل ايه بقى؟ المحكمة الدستورية برضو عشان تبقى عارف، المحكمة الدستورية يا اما بتصدر حكم بوقف تنفيذ الحكمين لحد ما تحدد الجهة اللي كانت المفروض تبقى ايه؟ مختصة. لو قالت القضاء العادي بقى هننفذ حكم القضاء العادي، لو قالت القضاء الاداري بقى هننفذ حكم القضاء الاداري. او ممكن تأمر بتنفيذ حكم، الاستمرار في تنفيذ حكم وتوقف تنفيذ الايه؟ الحكم الاخر. طبعا مشاكل بقى، طب نفذنا، طب مش عارف مين، دي كلها مسائل تدخل في ايه؟ بتدخل في التنفيذ الايه؟ في التنفيذ الجبري. ولكن الاختصاص الولائي زي ما قلنا معناه ان المشرع تكفل بتوزيع اختصاص لكل جهة، او بمعنى اصح بيحدد نصيب كل جهة في المسائل التي تنظرها وتكون مختصة بها وتصدر فيها الاحكام. بعد كده قال لنا الصور التنازع اللي ممكن تحصل، ده بالنسبة للاختصاص الايه؟ الولائي او الوظيفي. طيب دخلنا بقى جوه جهة القضاء العادي اللي هي محاكم الدرجة الأولى المدني، الايه؟ المدني. فاحنا خرجنا من فكرة جهات التقاضي ودخلنا جوه ايه؟ جوه جهة القضاء الايه؟ العادي اللي هو المدني، المحاكم المدنية. المحاكم المدنية عندنا نوعين منها، محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية. محاكم الدرجة الأولى معروفة، جزئية وابتدائية. محاكم الدرجة الثانية اللي هي محاكم الاستئناف. داخل القضاء ده عندي اختصاص اسمه اختصاص نوعي. يعني اختصاص نوعي؟ يعني المحكمة القانون هيحدد لنا كل محكمة مختصة بنوع معين من الايه؟ من القضاء. بس ما حدش يجي يقول لي ايه؟ طب احنا، طب انا عندي قضية عايز ارفعها قدام مجلس الدولة او قدام القضاء الاداري، اقول له لا، ده يبقى فيه ايه؟ في الاختصاص الولائي. انا خلاص دخلت في الاختصاص الايه؟ النوعي، اللي هو نوع كل محكمة والقضايا والموضوعات التي تنظرها داخل كل جهة قضائية. يعني رحنا للقضاء العادي هنحدد بقى ايه؟ الاختصاص النوعي لكل محكمة. رحنا للقضاء الاداري هنحدد الاختصاص الايه؟ النوعي لكل ايه؟ لكل محكمة. رحنا للقضاء الجنائي هنحدد الاختصاص النوعي الايه؟ لكل محكمة. يعني والله محكمة الجنايات مختصة بكذا، محكمة الجنح مختصة بايه؟ بكذا. يبقى دخلنا جوه القضاء المدني، رحنا عند المحاكم، عندنا محاكم درجة أولى ومحاكم ايه؟ درجة ثانية. ده اسمه اختصاص نوعي. اختصاص ايه؟ نوعي. يعني بحدد المحكمة المختصة طبقا لنوع الدعوة. بالظبط. لا مفيش نوع النهارده بقى، وهيكمل معاكم من حسن. وانا بشكركم جدا وسعيد جدا بلقائكم معاكم معالي النقيب. احنا عايزنا بقى عند الاختصاص الولائي.